بشوف انوار في عيني يا دكتور. ما جايز في برد في السماء فعلا، او جايز الدنيا هتمطر، جايز تليفون صاحبك بيضرب وعامل فلاش، وجايز تكون مشكله في عينيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده انا هتكلم معاكم مباشره عن موضوع الفلاشات او الاضواء اللي بنشوفها في عينينا. بعض الناس بيجي يشتكي ويقول يا دكتور انا بشوف فلاشات جايه من الجنب، او شايف نور بيضرب في عينيا من وقت للتاني ومتكرر. المشكله دي مشكله مهمه جدا ولازم نوليها اهتماما. وجود فلاشات او انوار او ضوء بيضرب او وميض في العين لازم يتم بحث اسبابها عشان نتاكد ان مفيش مشكله تانيه لا قدر الله. ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل لا قدر الله لو في فلاشات متكرره ومستمره في عينينا؟ اول حاجه واهم حاجه بنحب نطمن على اطراف الشبكين، لان في بعض الاحيان بيبقى في تراكشن او شد على اطراف الشبكيه، ويبقى في بدايه انفصال شبكي او بدايه تير، يعني تمزق في الشبكيه. دي حاجه مهمه جدا جدا، مهم جدا ان انت تعمل فحص قاع عين. ما ينفعش يعدي الموضوع خصوصا لو متكرر، لازم فحص قاع عين، فحص الشبكيه، عشان نطمن ان مفيش لا قدر الله لا ريتنال بريك ولا تير، يعني مفيش تمزق، ولا لا قدر الله انفصال شبكي. طب ايه تاني ممكن يحصل معاه الموضوع ده؟ ممكن يكون الجسم الزجاجي بينفصل عن الشبكية في السن الكبير. طبعا حركوا كبار في المقام. في السن الكبير الجسم الزجاجي اللي هو الجيلي اللي مالي العين بيحصل له انكماش. لما يحصل انكماش يبدأ ينفصل من الشبكية. لو انفصل لوحده مفيش اي مشكلة، ده موضوع بسيط جدا. لكن لو انفصل وخد معاه جزء من الشبكية، لو عمل تير، لو عمل تمزق، هي دي المشكلة اللي ممكن كبيرة اللي ممكن تقابلنا، وعشان كده لازم نعمل فحص شبكية. لا قدر الله لو الموضوع متصل، لو الموضوع مستمر، لو متكرر، لازم نعمل فحص شبكية. طيب يا دكتور ايه كمان ممكن يحصل معاه فلاشات لا قدر الله او ضوء؟ من الحاجات اللي بعض الناس بتسميها فلاشات او وميض بعض انواع الناس اللي عندهم مية زرقاء. مية زرقاء ارتفاع ضغط عين مفاجئ بيحصل زي نور ازرق او لون بنفسجي حوالين الرؤيه، يحس ان في هاله بنفسجيه حوالين الرؤيه. وفي الحاله دي لازم كمان نقيس ضغط العين ولازم نفحص الشبكيه والعصب البصري. يبقى الموضوع لو متكرر، لو متصل، لو مستمر لعده ايام، الفلاشات دي بتجيلنا في الضلمه. لا قدر الله كمان بقى لو معاها خصوصا ستاره سودة نازله على العين في جزء او كل من مجال الرؤيه. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، مهم ان احنا نفحص عينينا، مهم ان احنا نطمن عليها، وبعد كده لو مفيش مشكله خلاص يبقى الموضوع تمام ومفيش اي مشكله. لكن لا قدر الله لو لقينا في بدايه انفصال شبكي، لو لقينا بدايه تمزق في اطراف الشبكيه، مهم جدا التدخل والتعامل معاها فورا ومباشره، لان الموضوع هيزيد وهيحصل مشاكل كبيره جدا. يبقى محتاجين نوعي نفسنا ونوعي اهالينا لا قدر الله لو في فلاشات ضوء مستمره ومتصله، خصوصا لو لعده ايام، او لو في ستاره سودا نزلت على عينينا في كل او جزء من مجال الابصار. مهم جدا جدا ان احنا نتوجه لطبيب العيون فورا، ان احنا نطمن على عينينا ونعمل فحص شبكيه، فحص قاع العين، ونطمن على العصب البصري، ونطمن على اطراف الشبكيه، ان شاء الله ما يكونش في مشكله. ولو في مشكله ان شاء الله باذن الله الدكتور بتاعك يقدر يطمن عليك ويقدر يتعامل معها فورا. وبطلب منكم لو الحلقه دي عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.